طيب دكتور محمود، اولا صباح الخير ومبروك فوز امس، وكل سنه وحضرتك طيب، وحشتنا حقيقي. هبدا مع حضرتك، وانا قبل ما نروح لدرجات الحراره قلت اوفيشلي الصيف بدا، يمكن على الورق الصيف لسه احنا في الربيع، ولكن احنا متعودين ان احنا تقريبا من اول يعني شم النسيم بيبتدي معانا الصيف في فكره هنا درجات الحراره. خليني اعرف من حضرتك الايام اللي جايه بتحمل لنا ايه، وهنفضل لغايه امتى الصبح حر وبالليل برد؟ خلينا نعرف من حضرتك يا دكتور. اتفضل. طبعا كيف البدايه، وكل سنه وانتم طيبين، وقناه الاهلي طبعا وحشتني جدا جدا، القناه المحببه لقلبي. مبروك للنادي الاهلي طبعا، وان شاء الله عقبال النجمه السته باذن الله اتطرقنا ليها. يا مسهل. نجم ال11 طبعا. طبعا احنا بالفعل احنا لسه فصل الربيع، فصل الربيع بينتهي 20/6 ويبدا فصل الصيف 21/6. ميزه فصل الربيع زي ما حضرتك ما ذكرتي ان احيانا او كتل الهواء اللي بتاثر علينا بتتسبب في ارتفاعات درجات حراره خلال فترات النهار، ولكن مع جفاف الكتله الهوائيه بنستشعر بنسمات من البروده في فترات الليل. انخفاض نسب الرطوبه بشكل كبير في فصل الربيع ده اللي بيدي احساسنا بان الجو مهما كان درجات الحراره مرتفعه، اماكن ظليله في اي مكان او تكييف مروحه الدنيا زي الفل، ما في اي حاجه خالص. فترات الليل درجه الحراره فيها فارق بين العظمى والصغرى بيتجاوز ال 10 و15 درجه خلال هذه الفتره. عشان كده بالفعل بنلاقي الطقس حر الصبح وبيميل للبروده بالليل. بالظبط. الفترة دي يعني استمتعنا طبعا بطقس ممتع جدا خلال ايام العيد وخلال اجازة العيد، ودرجة الحرارة كانت ما بين 27 و28 درجة على القاهرة العاصمة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية. الاسبوع ده بداية من النهاردة وحتى نهاية الاسبوع هتتجاوز درجة الحرارة 30، هتتراوح من 30 ل 33 درجة. يعني ده فتح كلام، ده فتح كلام، ده فتح كلام. ده فتح كلام. ايوه. مجرد بس كده بدايات. الكتله الهوائيه اللي بتاثر علينا قادمه من الجزيره العربيه، وطبعا المناطق دي في الفتره دي درجه حرارتها مرتفعه شويه. لكن الحمد لله زي ما اتفقنا نسب الرطوبه ضعيفه كبيره. فده بيخلي الجو الى حد ما يطاق، غير فصل الصيف طبعا وارتفاعات الرطوبه الرهيبه اللي بنشوفها في فصل الصيف. حلوه الجو يطاق دي الصراحه. جبت المصطلح المظبوط والله يا دكتور. طب دكتور محمود، هو معلش سؤال يعني حضرتك طبعا ادرى الناس بالاجابه عليه. طب. اعتدنا زمان على ان احنا دايما حتى بنيجي حتى في موضوع تعبير لما نيجي نتكلم عن الربيع بنتكلم عنه باستحسان ليه ولجوه، كان دايما يعني فتره الربيع بتبقى من اجمل الفترات على صعيد درجات الحراره المعتدله ونسبه الهواء اللطيفه. اخر كام سنه بقى الربيع يمكن احر بكتير من الصيف ذات نفسه، هل ده طبيعي ولا ده برضه نرجع ونقول نتيجه المتغيرات وتغير المناخ الى اخره؟ هو حضرتك التغيرات المناخيه بتاثر في كل فصول السنه. سواء كان شتاء صيف ربيع خريف، لكن خلينا متفقين ان معتاد في طقس مصر اعلى درجات حراره بتتسجل في خلال السنه بتكون في فصل الربيع، مش في فصل الصيف، مش في فصل الصيف. ده المعتاد في مناخ جمهوريه مصر العربيه. لكن طبعا الفنانه الجميله الله يرحمها سعاد حسني واغنيه الربيع كانت بتدي انطباع للمواطنين ان الربيع حاجه ثانيه، مع تفتيح الزهور والاعتدال في معظم ايامه، ده بيخلي الربيع في مخيلاتنا مختلف شويه. صحيح. انما فعلا مناخيا اعلى درجات حراره بتتسجل على مدار العام في مصر بتحصل في فصل الربيع مع المنخفضات الخماسينيه اللي هي فترتها بس في فصل الربيع، بتكون قادمه من الصحراء الغربيه، بتكون رياح مثيره للرمال الاتربه وبتتجاوز فيها درجه الحراره ال 40 درجه على القاهره، لكن دي بتبقى منخفضات مؤقته مدتها مدد قصيره ما بتستمرش كتير، لكن بتتسجل معاها اعلى درجات حراره. طيب تمام يا دكتور، يعني والله انا عايزه انام واصحى على ما الشتاء الجاي يجي، مع ان انا من مواليد اغسطس يعني الصيف، بس ما سبحان الله غريبه جدا. اشكرك جدا جدا دكتور محمود، ومره ثانيه حقيقي حضرتك ليك وحشه، واكيد متابعين معاك بقى على نهايه الاسبوع ونشوف الويك اند كده اخباره ايه، عشان اكيد هيبتدوا الناس بقى في الويك اندز يسافروا. يعني ايه بقى فاصل؟